جايلنا اللي هو بيلعب 4 4 2، بيلعب 4 4 2، الشناوي حارس مرمى واحمد فتحي وكلوبالي واحمد علاء وايمن اشرف، دول الاربعه الدفاعي او الخلفي، وفي نص الملعب حسام عاشور والسوليه، خلاص ما فيش مشكله، وعلى يمينهم بقى يلعب محمد شريف وعلى شمالهم ميدو جابر، او العكس، محمد شريف على الشمال وميدو جابر على اليمين، وقدام هيلعب يعني مروان محسن وصلاح محسن، ممكن يبقى صلاح تحته شويه، ممكن يبقى تحته شويه. الوصفه دي كده 4-3-2-3-1 اللي انتوا عاملينها دي، هو بيلعب الراجل 4-4-2، انت قدم بقى صلاح محسن كده جنب، هو كده لا، هي اعتقد انها هتبقى صعب، اعتقد صلاح محسن هيبقى جنب مروان شويه، يعني ممكن يبقى ورا مروان بكام خطوه، لكن مش هيبقى رقم 10. خلينا ننتظر ونشوف.